مرحبا. بخلاف معظم الحشرات يلي بتعيش مع الإنسان، بيتمتع النحل بتنوع مذهل على مستوى الجينات بيسمح له أنه يتكيف مع التغيرات المناخية من حرارة منخفضة أو عالية. وبيؤدي النحل دور مهم جداً للبشرية، حيث أنه ثلث الغذاء من فاكهة وخضرة بيتم تلقيحها من خلال النحل يلي بيتنقل من زهرة لزهرة ومن شجرة لشجرة، وبيحمل معه اللقاح اللازم. لذلك أعلنوا العلماء خوفهم من تراجع كمية الغذاء بالعالم بالسنين القادمة بسبب تراجع عدد النحل، لذلك عم يشتغلوا للمحافظة على هالحشرة المهمة جداً للتوازن الغذائي العالمي. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة فوق الجبال. الرياح متوسطة السرعة، البحر مائج شوي وحرارة مياهه 22 درجة. أما اليوم طقسنا بلبنان غائم وممطر مع استقرار بدرجات الحرارة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لليلة على الساحل عم بتسجل 12، وبالبقى 6 على المرتفعات 9 و3 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ ونبدأ تحديداً من جرود عرسال 10، القلمون 10، الغابات 20. إذن فيه طول للأمطار ببعض المناطق اللبنانية. عين الحلوة 19، عنقون 20، ونبطية 14، تعنيل 14، بعلبك 13، عيدنادة 9، والهرمل 18 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الريح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 12 و22، وبكرة بين 13 و23 درجة، والأربعاء بين 13 و24 درجة، والطقس مشمس إلى غائم جزئيا. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 21، قدس 16، ودمشق 19 درجة، جزائر 17، تونس 22، وأخيرا روما 18 درجة. وهيدا كان طقسنا اليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.